تظاهرات تشرين في اتجاهين مختلفين لم يصلا للمنطقة الخضراء، ومراقبون يستبعدون التجديد لولاية صالح والكاظمي. انهيار بنية المختبر الوطني وسط بغداد يحرج السياسيين في توقيتات صعبة ويكشف عن خلايا الفساد في الاستثمار. ذو الطلبة في صلاح الدين يستغيثون من جشع التجار في رفع أسعار القرطاسية بشكل كبير. الموارد قلقة على مستقبل الخطة الزراعية الشتوية مع استمرار نزوح الأسر بسبب الجفاف، وعراقي يقتحم تصميم الملاعب من ديالة.